الاسماعيلي السنه اللي فاتت طبعا كان سنه صعبه جدا على النادي الاسماعيلي، والسنه دي حتى كنا قلقانين على النادي الاسماعيلي ان الاسماعيلي القيد موقوف. كابتن ايهاب جلال جاب لعيبه من الناشئين وصعدها الفريق الاول، اعتمد على يعني اللعيبه اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت وصعد بعض اللعيبه الشباب للفريق الاول، فكان في تخوف كبير جدا، رغم ان احنا عارفين ان اولا كابتن ايهاب الجلال مدرب مميز جدا ومدرب بيلعب كوره حلوه، ثانيا في لعيبه كمان كتير مشيت من النادي الاسماعيلي اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت، يعني زي سيرجي اكا، زي مدبولي، زي محمد الشامي، عمر الوحش، لعيبه حوالي 6 7 لعيبه مميزين مشيوا من النادي الاسماعيلي. فراس شواط اللي كان عمل شكوى ضد النادي الاسماعيلي المهاجم التونسي. فكابتن ايهاب كان الموضوع كبير و ريسك، بس طبعا كابتن ايهاب جلال بيحب النادي الاسماعيلي وابن النادي الاسماعيلي، فعايز يعمل حاجه للنادي الاسماعيلي وعايز يعمل حاجه لنفسه. ان الفترات الاخيره كان الامور برضو مش ماشيه بشكل كويس مع كابتن ايهاب جلال في اخر تجربتين، فاللي انا شفته في ماتش الاسماعيلي والاتحاد حاجه تدعو للفخر في النادي الاسماعيلي. هتقولي يا عم كريم ما تزودهاش، ده ماتش يعني لا انا ما بتكلمش على المكسب، انا بتكلم على التحول الايجابي في اداء النادي الاسماعيلي. الاسماعيلي بيلعب كرة حلوه، بيلعب كرة حلوه، انا فوجئت يعني الماتش الاولاني للاسماعيلي وزد الاسماعيلي ما عجبنيش، كان اول ماتش في الدوري، الشوط الاول كمان كان وحش قوي النادي الاسماعيلي وزد كسب الماتش. بس اللي انا شفته في ماتش الاسماعيلي في اسماعيليه بجمهور اسماعيليه كمان، خلي بالكو الماتش ده كان فيه جماهير كبيره جدا من النادي الاسماعيلي وجماهير جايه من اسكندريه ورا الاتحاد السكندري، بس الكوره بتاعت نادي الاسماعيلي كوره حلوه، الكوره بتاعت كابتن ايهاب جلال، الكوره على الارض بتعمل بيلت من او بتبدا بتبني من تحت، بتبدا الهجمه من تحت، في تحركات كويسه جدا. ياو النور المهاجم الغاني في نادي الاسماعيلي وعبد الرحمن مجدي عملوا شغل جامد جدا، والكور البينيه اتعملت لهم من تحت واشتغلوا بشكل كويس جدا. الاسماعيلي قدم كوره حلوه، لا في فرق، في تحول ايجابي كبير للنادي الاسماعيلي باقل الامكانيات. كابتن ايهاب جلال ما جابش لعيبه، كابتن ايهاب جلال صعد بعض اللعيبه من فريق الشباب، ادى الثقه وطور اداء بعض اللعيبه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت ما بتلعبش. عجبني جدا مخلوف في المباراه وعبد السميع، مجموعه من اللعيبه الشباب المميزين، اياد العسقلاني، اتفرجت على كره حلوه من النادي الاسماعيلي بقالي كتير قوي ما شفتش الاسماعيلي كده. ومش عايز اقول الكلام ده يبقى فيه تسرع، دي مجرد بدايه للنادي الاسماعيلي، بس لو الاسماعيلي حافظ على الاداء الحلو ده مع الروح والحماس والجديه والريتم السريع اللي كان موجود فيه النادي الاسماعيلي في الماتش اللي فات، لا الاسماعيلي مش هينافس على الدوري بس هيبقى احسن كتير من السنين اللي فاتت. الماتش كان حلو، كمان نادي الاتحاد فرقه تقيله ومعاهم جماهير اسكندريه، جماهير الاتحاد راحت ورا، يعني الماتش ترجعنا للزمن الجميل، الكره الحلوه بتاعت مصر ما بين الانديه الشعبيه والجماهير هنا بتشجع ولابسه اخضر، جمهور الاتحاد وجمهور الاسماعيلي الشياكه لبس الاصفر، الماتش كمان ريتمه حلو في الملعب. بس الاسماعيلي عجبني كاداء وكتحركات وكتكتيك وكره على الارض وبناء هجمه والوصول للمرمى والريتم السريع، لا الاسماعيلي عجبني جدا، ماتش من الماتشات الحلوه اللي بتبين ان كابتن ايهاب جلال رغم انه مسك الاسماعيلي متاخر، خلي بالكم يعني كابتن ايهاب جلال ما عملش فتره اعداد كامله بس اشتغل كويس، وواضح جدا من اداء اللعيبه ان في شغل معمول بشكل كويس جدا. فبحيي كبدايه يعني بحيي فريق الاسماعيلي بقياده مديره الفني كابتن ايهاب جلال وجهازه الفني، اللعيبه ادت مباراه كويسه جدا واستحقوا الفوز، استحقوا الفوز.